السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا المحاضرة الثانية من سلسلة برنامج الإكسلس، اللي هو البرنامج اللي راح نستخدمه حتى نختبر تجانسية ونحلل اتجاه البيانات اللي متوفرة عندنا ويستخدم باستخدامات كثيرة. اليوم راح ننوه عنها. اليوم محاضرتنا شلون أنا أختبر جودة بيانات الهوموجينيتي تيست اند الكنترول كواليتي ومراقبة جودة البيانات المناخية، أو اللي هي منين جايتني من الستيشنات. بالمناسبة هسه أعرفكم تعريف عام عن البرنامج. هذا عندي برنامج بغض النظر عن الداتا، لاحظ هذا البرنامج الإكسلس أنا سبق وتنوهت أنه تكلمت عنه بالمحاضرة السابقة. المحاضرة هذا تنصيبه، أنا منصبة إكسلس 2022، تقدر تتنصبه أونلاين أو تشتري أما لمدة سنة ب$70، وأكو بعض المواقع تبيعه $50، أو تقدر تستخدم ترايل 14 يوم فري وبعد ذلك يتوقف عندك، لازم تشتري. فشنو المتوفر أنت تقدر تستخدمه؟ فهسه نجي اليوم على الشرح التام للبرنامج واستخداماته والكيفية التعامل معه. هسه نرجع بصورة عامة. إذا هسه ندخل على البرنامج من هنا، مجرد ما أقول له start Xlets راح يقول لي وراح يفتح لي القائمة الخاصة به. هنا راح أشوفكم هسه بصورة عامة للبرنامج شنو يشتغل، شنو يحتوي، غيرها بعض الأمور، تمام، حتى تعرف انه البرنامج به هواي فوائد. وبالمناسبه الاكسلتس ما يشتغل وحده، يربط مع الاكسل، يعني انت تنصبه، تمام. هسه خلي اجي نصبته، هسه من اضغط عليه هنا وحده ما ينفتح، وانما ينفتح مع نافذه النافذه الخاصه بالاكسل. بالمناسبه خلال تجربتي الخاصه حاليا انه من نصبت 2019 ونصبت عليه الاكسلتس طلع لي ران تايم ايرور، خطا وقت التشغيل، فما اعرف يعني، فاضطريت امسح المايكروسوفت اللي عندي 2019، نصبت 2016 يلا استجاب له. فمرات النسخ الحديثه لا تتوافق مع هذا البرنامج، يطلع لك ظاهره الران تايم ايرور، ضروره تنتبه لها. اذا قال لك ران تايم ايرور، خطا وقت التشغيل، هاي تظهر في بعض البرامج لما ترتبط مع برامج ثانيه وتشتغل يطلع لك خطا وقت التشغيل. فالافضل اكو فت خطوات بس صراحه اتبعتها من كتابة الماكرو ان اكسل ران تايم ايرور، الايرور اللي مقداره 1004 ما استجاب لي الا غيرت المايكروسوفت يلا استجاب. فهي حبيت انوه عليها خاف احد يواجهها مشكله. بالمناسبه انا كنت المايكروسوفت اللي منصبته 2020 وكان الاكسلتس اللي منصبته 2022، فالاكسلتس ما عنده مشكله يتوافق مع الكل، لكن اتوقع مشكله الاكسل مال 2020 ما توافق مع البرنامج فطلع لي الران تايم ايرور. فمن نصبت 2016 حاليا ومن 2018 لا اتس اوكي. فلاحظ هسه الاكسلتس من فتحته شوف بيج قد خيارات تقدر تفيدك، يعني مو بس مقيد، شوف عندك اختبار الهايبوثيسيس، اختبار الفرضيات، الادفانس فيتشر، لاحظ الادفانس فيتشر، عندك اختبارات بالماركتنج، اختبارات بالتيست مايننج، اختبارات بالديسكريبشن داتا، اختبارات بالتايم سيريز، شوف لاحظ التايم سيريز المتسلسلة الزمنية ايش قد بيها اختبارات، لاحظ عندك الفيجواليزيشن الها، عندك الديسكريبتيف، عندك الهوموجينيتي، عندك لما توصف الترند مالتها المين كاندل تاو السينز استيميتر، عندك يعني العديد من الفورير سيريز، عندك يعني ما توعد هواي استخدامات للبرنامج. بالمناسبه هو برنامج حديث، يعني اقدم نسخه الى 2018. عندك المونتي كارلو سيميليشن اكيد سامعين به، الاختبارات الاحصائيه المونتي كارلو سيميليشن شلون استخدمه، شنو مبدأه، موجود ضمن الاختبارات. فهاي البرنامج كلش راح يفيدك. عندك الستاتستيكال بروسس، العمليات الاحصائيه شي يتضمن كل شيء. فهذا البرنامج هو مو برنامج وانما ضمن مستودع الاكسل اللي تنصبه، راح يفيدك جدا هواي، وراح تصير العديد من الخيارات ضمنه تقدر انه تستفاد من عتها. فحبيت انوه عليه بشكل اولي. اليوم احنا حتى ما نتعط يعني ناخذ وقت ويطول وقت الفيديو والبرنامج، بالمناسبه تقدر تتنصبه. وانا حبيت اتحدث عن هذا البرنامج اذا احد يسالني، لانه برنامج حديث قليل جدا باليوتيوب يسولفون عليه، جدا قليل. يعني انا لحد الان عن الشغل هذا ان اختبار الهوموجينيتي باستخدام الاكسلتس لقيت فيديو واحد فقط. فهذا البرنامج لانه بعده حديث فقل لي يتطرقوا له، فحبيت انه اتطرق له حتى يفيد الباحثين ان شاء الله. فمحاضرتنا لهذا اليوم مثل ما تلاحظ عندي باراميتر، هذا الباراميتر هو السقيط،
الرينفول، وعندي هاي السنوات المائية راح اختبر سنويا إلى من 1981 إلى حد 2021، اختبر تجانسية هاي المحطات. عندي بيزن العدد من يعني الأحواض ضمن منطقة الدراسة. هسه نرجع واشوفكم بيزن حتى شوي يصير عنده تصور الشخص شنو اقصد. هذا البيزن الخاص بمنطقة الدراسة، هذا البيزن مقسم مثل ما نلاحظ اربع هنا، يعني تقسمت منطقة الدراسة كل بيزن بعدد من المحطات. اختاريت المحطات الاكثر تأثيرا، تمام، الاكثر تأثيرا واللي اعرف اني البيانات الاوبزرفيت اللي خاصة لها، وراح اختبر تجانسيتها. فصراحة هاي البيانات، هاي المحطات، كل محطة عند الأفرج مال السنوات مالتها، هاي 81 عند السنوي إلها كذا، هاي لكل محطة. فأجي هاي المحطات اللي هن عددهن 9 محطات أخذهن أسلك. أول شيء أروح لأدفانس فيتشرز، أول خطوة بتروح للتايم سيريز أناليسيس، هذا الاختبار أنوال وليس سيزنال أو بري سيزنال، لا اختبار سنوي. فراح أمشي على خيار اسمه الهوموجينيتي تيست، تمام. هذا يقول لك هنا انه هذا الاكسلتس، فهسه راح نروح على الهوموجينيتي تيست. فمن دا اروح على الهوموجينيتي تيست لاحظ شو ينطيك هذا الخيار. اول شيء يريد من عندك التايم سيريز، وين التايم سيريز تريد انت ترسمها؟ تضغط على هذا الخيار تروح تسلكها. منين تسلك؟ تسلك من المحطات اللي عندك. لاحظ هسه انا اختاريت المحطات لهناية، هاي كملت المحطات. بعد ذلك اقفل، يقول لي الديتا، الديتا مالتك منين السنة، يعني حتى يرسم لك المحور الأفقي، فتنطي أنا هاي الووتر يير مالتي، فهاي الديتا مالتي، تمام. فهسه هنا كملا ذني نجيش أريد أنا الرسم رينج شيت وورك بوك، تمام. وش أريد من الاختبارات؟ عندنا احنا سولفنا قلنا بالهوموجينيتي تيست، طبعا بالمناسبة راح أسولف لكم هسه عن اختبار الهوموجينيتي شنو الغرض من عندي، ليش استخدمه. طبعا اختبار التجانس ومراقبة جودة البيانات المناخية عندنا عدد من الاختبارات، اشهرهن بيت التيست هذا بال 1979، والاختبار التجانس الطبيعي اللي هو احنا يسمونه الستاندرد، يعني اختبار التجانس الطبيعي هذا اسمه والمختصر مالته، اللي يقدمه العالم الاسكندرز عام 1900 اندكسون 1986. لاحظ خل اشوفك اياه هذا الاختبار، يسمونه الستاندرد نورمال هوموجينيتي تيست، فهذا المختصر الى SNHT اللي يقدمه العالم الكسندرز في 1986. هذني اشهر اختبارين، اشهر اختبارين يجرون بهن الغرض من تجانس البيانات. احد يسالني شنو الغرض من عندها تجانس البيانات؟ انا عندي عدد من المحطات، هاي المحطات اتاكد معتها هل هي كلها نورمال، هل هي كلها طبيعيه، هل هي انه المتسلسله الزمنيه مالتها كلها تمام. بالمناسبه تعتبر هاي البيانات نون بارامتريك بالاغلب، لانه مو كلها ليه بدي اقول انا هاي البيانات نون بارامتريك باراميتر لما ما تخضع للتوزيع الطبيعي، لما لازم اقول بارامتريك لازم كلها تخضع للتوزيع الطبيعي، فانا ما اضمن كلها تخضع للتوزيع الطبيعي. لذلك الباحثين من البدايه يفرضون انه بياناتهم نون بارامتريك تيست، نون بارامتريك تيست. فشنو اسوي انا بهذا الاختبار؟ الغرض من عندي احلل البيانات الاتجاه الغير بارامتريه، تمام. هذا ممكن يحدث لي عدم تجانس بالسلاسل الزمنية. أحد يسألني شنو يعني طفرة، تحدث طفرة تغيرات مفاجئة، كأن يكون تغير موقع محطة، تسجيلات متأخرة، تسجيلات خطأ غيرها. فأنا قبل ما هاي أسوي لها يعني نهج غير معلمي حتى أحلل نقطة التغيير، أشوفها تستحق تعديل أعدله، بعيدة عن التعديل لا ارفضها هاي النقطه، لانه يعني الخطا يكون بها جدا يعني حدث يعني شلون متطرف جدا راندوم كلش راندوم. فلازم اني قبل ما استخدم هاي البيانات بتحليل اتجاهيتها او اي فحص اجري عليها لازم بالبدايه اختبر تجانسيتها. فعندنا نوعين من الاختبارات، اشهر الاختبارات، هاي بالمناسبه اختبارات ثانيه لكن الاشهر حاليا هذين الاختبارات البيت تيست وقلنا الستاندرد نورمال هوموجينيتي تيست. فاحدد ذني الخيارين. فهسه نجي شنو اريد، رينج او شيت او ورك بول. هسه انا اختاريت هنا انا الشيت مثلا، او اقدر اختار الورك بلوك نو بروبلم. اجي على الخيار الثاني الاوبشنز، هذا يقول لي هو ضمن راح يخضع السيجنفكنت ليفلز قد الله تريده، اللي احنا سبق وتحدثنا عنه مستوى الاهميه، يعني القيمه الاحتماليه ايش قد الى راح ناخذها 5% وهي المعروفه.
نجي على اللي بعده الميسنج داتا. ما عندي ميسنج داتا، دونت اكسبت الميسنج داتا، دا اقول له. بعدها الاوتبوت ديسكريبتيف اناليسيس، راح ابين لك اياه بشكل رسومات تشارت، اوكي ديسبلاي تشارت، اقول له اوكي. لاحظ هسه راح هنا تقول له كونتينيو، هل تريد ان ترسم للسلسله اللي مقدارها 41 سنه؟ شوف هاي الرو 41 والكولوم 9، تمام عيني؟ تريد ما يبين لك هذا الخيار، تقول له دونت شو، يقول له كونتينيو نو بروبلم. راح هسه البرنامج راح يبدي يحسب لك الاختبار الكامل. هسه بس صار من هاي الجهه، خلي اعدل لكم اياه، اسويه من الجهه الثانيه، اروح للبيج لاي اوت. مجرد ما يكمل هذا الاختبار هسه اروح للبيج لاي اوت، بعد ما اختار اقول له رايت شيت تو رايت تو ليفت. لاحظ هذا الاختبار، اول شيء يعطيك هنا دي يكتب لك الهوموجينيتي تيست، ستارت تايم، الان تايم يعني مقدار الرن مال البرنامج، التايم سيريز هو عباره عن ورك بوك، تمام، اكسل شيت، النمبر اوف ستيشن اوف سيميليشن، ايش قد اخذ سيميليشن، اخذ 1000 10000 وحده، والسبيد الراندوم، تمام. نجي السمري ستاتستيكال، هاي المحطات، هاي هنا البروفيجيشن، هاي الميسنج داتا ماكو ميسنج، هاي المينيموم، هاي الماكسيموم، هاي المين والستاندرد ديفيشن. هذا تحليل بصوره عامه. نجي على البيت التيست، لكل محطه راح يعطيك تحليل مقدار الكي لها، مقدار البي. هسه احد يجي يسالني شنو هاي، ها راح يعطيك تفاصيل هنا، تمام عيني، كل تفصيله لها. البي، البي فاليو، قيمه البي فاليو، الالفا، هاي الاختبارات كلها. ها ودي يقول لك هذا ايش قد الكونفيدنس مالته، ايش قد يتوافق، تمام. التيست انتربوليشن ايش قد، النظريه يعني البديله والنظريه الرئيسيه. لازم ضروري انت تكون عندك معرفه عن هذا الاختبار، عندك نظريتين اللي هي الرئيسيه تقول تفرض هوموجينيس، والنظريه البديله تفرض نون هوموجينيس، نسميها الترناتيف هايبوثيسيس او نون هايبوثيسيس. لاحظ هذا الاختبار هنايا، شوف دا يرسم لك هذا الرسم، كل ما تكون قريبه من هذا الخط اللي هو مستوى الثقه او القيمه الاحتماليه اوكي، والمناطق البعيده هاي نسميها المتطرفه، تمام عيني. هاي دا يبين لك لكل وحده، بعدين شو يسوي بالاخير؟ يجمع لك كل هذني المحطات برسم واحد، يسوي لك اياه على شكل يعني اي. لاحظ هسه راح امشي لك للاخير اني حتى تكون على بينه انت. لاحظ هسه تقريبا كملا، شوف هسه هنا هذا الرو فاليو للساي الستاندرد نورمال تيست، لاحظ هاي البيانات دا ينطيك لها الرسم، هاي اللي بيعطيها باللون الاحمر يعني انه متطرفه جدا وبعيده تحتاج تعديل او ممكن نحذفها، وهاي القيم الاخضر كلها باللون الاخضر هي مقبوله. لاحظ كذلك هنا هاي بالنسبه للاختبار الثاني اللي هو الاختبار القبله بت التيست، ايش يعتبرها البت التيست، تمام عيني. فهاي الاختبار وكذلك يعطيك السمري عن كل اختبار، فتقدر تقول انه انا بياناتي مقبوله او غير مقبوله. فهذا هو الاختبار، تقدر تجريه باستخدام برنامج الاكسلس قبل اجراء اي اختبار ثاني على اي بياناتك. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، ان شاء الله راح تكون مفيده لكم جدا، لانه هذا البرنامج قله متناوليه يعني الجوجل واليوتيوب وغيرها، لانه برنامج حديث. اي سؤال او استفسار راسلوني على القناه، التقيكم ان شاء الله باكمال السلسله عن هذا البرنامج بتحليل الاتجاهيه بالمحاضرات القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.